وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلى الحقوق على تنوع أصحابها، ومن كمال هذا الدين أنه جاء بأحسن تشريع فيما يتعلق بالأصول الثلاثة، وهي العبادات والمعاملات والأخلاق. فالناس في سيرهم في هذه الحياة ما بين عبادات يؤدونها، وما بين معاملات فيما بينهم، وما بين أخلاق يتخلقون بها. فجاء هذا الدين بأعظم تشريع في العبادات، جاء هذا الدين بالتشريع للعبادة وأن تكون خالصة لله، وجعل هذه العبادة متعلقة بأصول ثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. القلب له عبادة، اللسان له عبادة، الجوارح لها عبادة. وهذا دليل على أن هذا المخلوق لما خلقه الله وجعل فيه هذه الأجزاء البدنية، جاء هذا الدين بتوظيف كل جزء من الإنسان بأن يكون عابداً لله، فدل على كمال التشريع في هذا الجانب. بل لو تأملنا هذه الصلاة نجد أنه يشترك في أدائها القلب، وذلك بأن تستحضر النية وكذلك الخشوع وما تناجي به الله عز وجل مما يقوم بالقلب ويجري على اللسان. جاءت هذه الصلاة تشترك فيها كل الجوارح: اليدان والركبتان والوجه بما فيه الجبهة والأنف والقدمان، تسجد لله. مفاصل الظهر عند الركوع تشارك في العبادة، عند السجود تشارك في العبادة، تعبد الله قائما وجالسا وساجدا. اللسان يشارك في هذه العبادة، القلب يشارك في هذه العبادة، البصر يشارك في هذه العبادة بأن يكون بصرك لا يتجاوز موطن سجودك. أصابع الإنسان العشرة كلها يستقبل بها القبلة كما دلت على ذلك السنة. المجافاة بين العضدين والجنبين وبين الفخذين والبطن دليل على مشاركة هذه الأعضاء في العبادة. دين عظيم استغرق كل الجوارح. السمع أيضا، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تسمع للقراءة. فدل على توظيف هذا الدين بكل هذه الأجزاء.